ننبه تنبيهات انه نحن بنجي الحلقات في الاسواق وفي شارع النيل وفي اماكن ثانيه لانه ربنا تبارك وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والبلد دي مليئه بالمنكرات. اخونا ده له ساعه ونص ولا ساعتين بيتكلم عن بلاوي في البلد دي ولسه ما انتهت. فالبلد مليئه بالمنكرات وربنا تبارك وتعالى قال للمؤمنين ينكروا المنكرات دي. ربنا تبارك وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه الى اخر الايات من سوره التوبه. فالمنكرات دي ربنا تبارك وتعالى امرنا وامرك انت عشان ما تعمل نايم. عرفت كلامي؟ امرك انت ذاتك تنكر المنكرات دي. فاخواننا جزاهم الله خير اتكلموا لك عن التبرج وعن الخلط وعن البنجو وعن الخمره وعن اشياء كثيره جدا تفعل ولا ينكرها احد. ما في زول بينكر الكلام يفتى؟ الناس دي كلها زول بيتكلم ما في زول بيصور وشه سايد ما في. تتكلم عن النساوين يقول لك والله يا مولانا كلامك صح بس لكن هم عصروا علينا شويه كده. فهمت؟ الواحده ماركه من بيتهم لا تعرفها ماشيه الحمام لا تعرفها ماشيه الدكان. فهمت؟ لابسه لها مصيبه هنا سكيرتي هنا وابوها قاعد. انا ببدلك من ديل وجايك لابوك الشيخ اصبر. فهمت؟ ابوها قاعد بتطلع من البيت لابسه لبس عجيب مره واحده. ليه راجل ما بتلبس كلام زي ده؟ راجل يجي اخر اليوم القاه ملانه بصل وفحم وما عارف ليه. فهمت؟ مرقتها مرقه جيران تشرب جبنه. فهمت؟ مرقه بلبسيني والبيت ماشيه الجامعه مرقه بلبسيني. فهمت؟ وهو ذاته بجينا نحن بقول لنا انتوا لابسين قصير وديك لابسه شنو؟ داك شنو؟ فهمت؟ البيت ملابسها جت متر ما بتجيبه والله صحيح متر واحد. انا اتحداك جيب لك اي بيت قاعده هنا عينه. فهمت؟ الا من رحم الله. الاسكيرتو زايد البلوزه زايد الطرحه واشياء اخرى جت متر ما بتجيبه متر واحد ما بتجيب. امشي لابوها التكه 3 متر عراقي مترين جلابيه 5 متر. فهمت؟ الطاقيه ربع متر شال مترين دي كم متر هسه؟ ادي منها نص واحد للبيت خليها تنستر نص واحد بس ادي البيت خليها تنستر. ناس فطرتها منكوسه ومقلوبه وبعد يقول لك البلد ماشيه ليه ورا ودايره تمشي وين يعني؟ ببلاوي دايره تمشي وين؟ انت دايره تمشي وين؟ والله انا اتحداك تمرق الصباح تحفظ 3 آيات تجي اخر اليوم يمكن سمعت لي حرفين منها بديك جايزه. ليه؟ بلاوي انت. فالناس تنضبط. عندك بنات في البيت خليني انضبطن بلاش لخبطه وقله ادب. شنو يعني بيت مارقه من البيت؟ وش هذا يا حوش الروضه ما عارف روج بودره لوشن سجم رماد ليه؟ وانت راجل فوقكم تقال لك الراجل ده بس سايد قاعد بس ياكل ويشرب حمارته؟ ما الحمار بياكل وبيشرب. الله قال الرجال قوامون على النساء تأدب المراه. فهمت؟ وفي نسوان فين خير؟ البيت دار يذكروها يا بيت الله قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وده حرام ما تلبسي كده ده ضيق ده ما عارف ليك. فهمت؟ بتقول لك جزاك الله خير وبتمشي دغري. وفي بنات دائرات تأديب. انت تأدبون والله بيسألك من الكلام كلكم كلهم ابو اخو اي حاجه ربنا بيسألك من الكلام. لازم تنضبط بما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الله قال وقرنا في بيوتكن. مره تقعد جوا البيت مارقه وين؟ ها؟ وقرنا في بيوتكن جات مارقه. ايوه الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. تمرق محترمة. انت كلامي؟ دي حاجة أولى. الحاجة الثانية من البلاوي الموجودة في البلد دي ومنتشرة في انت هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الناس بيسمعوا الكلام ده يقول لك شرك يا مولانا الكلام ده ما بعيد. لا لا ما بعيد قريب جدا. انت أقرب ركشة قول له قول له وديني أقرب قبة. محل لقيت القبة هاي ده محل الشرك ذاته. وده معلم من معالم الشرك ومعلم من معالم الكفر ونشر البدع والشرك بالله عز وجل في البلد دي. ويتولى ذلك كلامنا ده حار وسخن. امتى وراجين اي حاجه بعده؟ امتى كلامي؟ اي حاجه ورا الكلام ده بنستحمله. امتى يرعى هذا الكفر
وهذا الشرك بالله عز وجل في البلد ومحاربة الله تبارك وتعالى ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم برعاية الطرق الصوفية جميعا كلها. وجماعة الإخوان المسلمين جد جماعة التبليغ جوا كلهم يرعوا الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. المؤسس والمصدر للشرك هم الصوفية، هم الصوفية جوا عينهم وجوا عين أي زول. الصوفية هم الناس اللي علموا الناس الشرك. أنت تعرف يخشوك أخشك لمتين أنا أخشك ليه ذات بلقاك في الأسبوع مرة واحدة واحتمال ما تلقاني تاني طقني ركشة ولا تيك ولا أروح في 60 داعي لازم أوريك. الصوفية ديل هم الناس اللي جابوا الشرك ذاته، الشرك اللي حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحاربوا الصحابة وماتوا والجهاد فهمت والجنة والنار. ديل الصوفية الآن بينشروا في الشرك، الشرك بتاع أبو جهل وبتاع أبو لاب ده بتاع الصوفية الأسدة. أي طريقة أي طريقة تجانية سمانية ختمية نقشبندية تسعينية إدريسية كزنزانية ركينية أي طريقة في البلد دي تنشر الشرك صراحة ما خجلانين ما خجلانين. قوم يا أخي ناديهم لي تنادي غير الله، انت عندهم هم نحن عندنا تنادي الله براو. وبيزعلوا لما نقول لهم نادوا الله براو ما تنادوا الشيخ، لما نقول لهم كده بيزعلوا. لا تنادي شيخ لا تنادي فكي لا تنادي قبة لا تنادي رسول لا تنادي ملك لا تنادي نبي، تنادي الله براو. الله قال كده تزعلان هاي ما مني أنا، الله قال كده. الله قال وقال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تنادي الله براو ده الدين كده ده الإسلام ده التوحيد. الشرك بتاع الصوفية تنادي الشيخ تنادي الشيخ يجيك البرع باتجاه إنها بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. تبل للبرع وتبل لإسماعيل وتبل لأي صوفي. تخلي الله الخلق إسماعيل وخلق البرع وكتل البرع وكتل إسماعيل الله تخليه تنادي لك ذو الميت عنده 300 سنة لو فتشته بإنت بمايكروسكوب ما تلقى منه حاجة، لو فتشته ما تلقى حاجة. أتحداك مش القبة 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 الجميل معمارة بإنت القبة دي فتشة تحت دخل ناس ذهب يجوا يفتشوا انت باي حاجه. بتلقى حاجه للشيخ بتلقى حاجه للشيخ سيدي حسن وتحسون بكم. سيدي حسن فوق الكون متحكم كده فوق الكون. خلي حسن وينه مات فتشوا امرك لي منه حاجه انت ما تلقى ولا شيء ولا شيء. عشان كده ربنا عز وجل قال لك وتوكل على الحي الحي ده الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله ما بموت ديل بيموتوا الله ما بموت البشر بيموتوا انت الله ما بموت بيموتوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. أبو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انت الله ما بموت لكن ديل بيموتوا. ربنا تبارك وتعالى أمرك تعبده الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ده ربنا تبارك وتعالى دي ما في صفة عند البشر. الناس كلها بتموت تتوكل لك على ذو الميت تتوكل على ذو الميت. عندك وعند الله سر القوم يا ابني وقيع الله أستاذنا انت ده القالوا منه والقال إنها بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل انت والقال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. ده كلام البرع منشور في البلد دي ما خجلان منه ما خجلان ودارنا نخجل ونسكت نخليك نغشك. ألف فنانات شغالات صراحة
فنانة، انت بتجرد شغالة وو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 
قدام ألف نفر، ألف نفر وبتغني عادي ما بتخجل، والله ما بتخجل. أنا مرة جيت خاش البيت وقفت كده جنب البيت، وقفت الموتر كده وقبضت فر جنب البيت بغاد، لقيت هيك شغالة بتدقة. قلت لها يا جماعة أنا سويت شنو بتدقة ما أنت وصلت وبتدقة والفنانة تغني ما بتخاف ما بتخجل؟ نحن نخجل نبين لك الحق، ها؟ نخجل نبين لك الحق، وما سبزناك ولا سألناك ولا سبيناك، أوعك تزعل سعيد. أديناك كتاب وكلام شيخ، وأديناك كلام ربنا تبارك وتعالى، وقلنا لك الاثنين دين ما بيتفقوا، كلام الله وكلام الشيخ ما بيتفقوا، وتحداك دير كتب قاعدة، دير كتب قاعدة. أنت لأنه الآن الإعلام، كل الإعلام تلفزيون على جرايد على رادي على أي حاجة، أنت يساعد على نشر الكفر بالله. قناة سودانية اس 24، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم جد. أنت في العيد، العيد الفات، اليوم الأول زيارة إلى الياقوت، اليوم الثاني في رحاب أدرك طيبة، اليوم الثالث في رحاب مين كده الدرويش واحد منهم. أنت يؤصل للشرك ويؤصل الكفر وين؟ في التلفزيون، والمجتمع عنده هوس تلفزيوني. تغالطوا في اي حاجه يقول لك هذول جاوا في التلفزيون. ده شنو؟ لا لا جاوا في التلفزيون. شنو التلفزيون؟ انت من التلفزيون بتاعنا ده؟ ده ما نافع، والله جد ما نافع ابدا. تكسروا تبقيوا شفت اي حاجه تبيعوا خرد ما بينفع، لانه ما في حاجه نافعه. ها؟ لا في السودان، لا برا السودان، البرا ديلك ترى يا هم رافعين مره واحده ملك الجانسي ومين ما عارف ليك وسجم رماد امتى؟ وسبيستون زي ما وروك اخواننا، وام بي سي 1 وام بي سي 2 وام بي سي 3 انت خلاص كلام فارغ زايد. لو قريت قران ماله انت اقرا القران ده، ربنا تبارك وتعالى قال فمن اعرض عن ذكري، خليت القران، فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اقرا قران، اقرا السنه، اتعلم الدين، ده اللي بينفعك يوم القيامه، ده اللي بينفعك يوم القيامه. التلفزيونات الآن القنوات بتاعتنا النيل الأزرق، قناة اس 24، قناة مين وقناة مين، تنشر الشرك للصوفية ديل. يجوب صوفي كذب، والله جد الخنجر خنجر جوا خشمة انت، يجي كذب. الأولياء بينفعوا، والأولياء بيعلموا الغيب، والأولياء بيدوا الجنة، والأولياء بيقولوا للشيء كن فيكون. كده خلي من الأولياء هسه يقول لنا كونوا كركدة، كونوا بطيخ، بنزين، أي حاجة، قول قول. بيقولوا للشيء يكون فيكون، هل قالوا من الكلام ده؟ قالوا ده في التلفزيون قناة النيل الأزرق بتاعت حسين خوجلي، ذلك الدلوك الما نافع ما لا ينفع ولا أي حاجة، بشكير ما ينفع. أنت قناة اس 24 دي قناة جديدة اتخصصت إنه تحارب الدين وتحارب التوحيد وتحارب دعاة التوحيد، وما بتقدر ما بتقدر. نحن قناة ما عندنا، تلفزيون ما عندنا، جماعة ما عندنا، حزب ما عندنا، طريقة ما عندنا، ما عندنا اي حاجه. انت بنتفرتك من هنا يضل بتشوف شغلته. الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، ما في حاجه ثانيه. انت دارين يحاربوا الدعوه دي؟ في كاميرا بترفع تلقى الكلام ده في اليوتيوب قاعد، في بيتكم بتحضروا، في ايطاليا بتحضروا الكلام ده، دارين يحاربوا اس 24 ومعاهم شله بتاع الصعاليك من الجرائد ومن الكتبه والكاتبات من الفاشلين والفاشلات. انت الواحد ينظر ما يلقى له حاجه يجمع بها المجتمع ويلفت بها انظار المجتمع ويبيع السلعه بتاعته الا بالكذب على دعاة التوحيد. ونحن على فليبلغ الشاهد الغائب. الدعوه دي دعوه الله عز وجل، لا في صوفي يقدر يحاربها. اسمع الكلام ده كويس، والله لو بقيتوا 2000 والف والوف مؤلفه من الطرق الصوفيه ما بتقدروا تحاربوا الدعوه دي. ليه؟ لانها دعوه الله. الله قال، ها ربنا قال وان جندنا لهم الغالبون. الله قال ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الله بينصر الدعوه دي، دعوه للتوحيد. ناس بيقول لك امسك في الله، براو براو، زعلان، ها متضايق، مفلس، اسال الله. مرتك عيانه، اسال الله. ما ولدت، اسال الله. وداك بيقول لك اي حاجه، عندك اي حاجه طوال الشيخ يا تو احسن يا انت، خلي عندك عقل. ده بيقول لك امسك في الله، وده بقول لك امسك في الشيخ. كويس انا نفسي ماسك في الشيخ، الشيخ مات بقول لك لا امسك في الخليفه. ايوه الخليفه مات، خليفه الخليفه،
خليفة الخليفة مات، خليفة 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 الخليفة، ولمتين أنا بمسك في الله الحي الذي لا يموت، دي دعوتنا كده، أنت دي الدعوة بتاعتنا كده، تنادي الله عز وجل براه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، دي داريني حاربوها يا جماعة، أنت ما بنخليك يا صوفي، والله مش شارع النيل، ها؟ والله لو لقيتك في أحسن وأظرف حتة في السودان، أظرف حتة في السودان، حتة راغية وهادية والجو بارد، برضه من نجمة انت، لانه الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، فساد قاعد والشرك قاعد منتشر، قباب تشيد، ها هسه الان افتح الاذاعه، هسه افتح الاذاعه تلقى واحد صوفي بيتكلم، نادي شيخنا وعندك وعند الشيخ، والشيخ بيديك والشيخ بيعمل لك والشيخ بيعمل لك وبيعمل لك، وكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي مصيبه تقول لك ارجع للشيخ، في كل بلية اي بلوة جاتك انت، دي متحة دار تسمعها بسمعك لها هسه، دي متحة صورة وصوت، قال في كل بلية كلام بالفاكس خطوط هوائية ليه مكاشف الغوم، عندك مشكلة؟ قال لك طوالي مكاشف الغوم، هو قال ما انا، ما تقول لي نبسته، في كل بلية كلام بالفاكس خطوط هوائية ليه مكاشف الغوم، اي مصيبة طوالي المكاشف، اي مصيبة سرقوك مكاشف، عيان مكاشف، اي شيء مصيبه حلت بيك تلجا للمكاشف، ليه مكاشف الغوم؟ قال فكا فككية وربا وربي سلكا ملكية لشكيني بعموم نورا نورية هككا سككا من غير مفهوم، تفهمت حاجة؟ ده كلام ابوك الشيخ قاعد قول لك صلي عليه، اصلي هو هككا وسككا وانت ما فاهم، وانا اصلي على منه؟ كذب، قول لك بنمدح في الرسول كذاب، ما بتمدح في الرسول، قول انا بمدح في الشيخ ما بنسالك، قول انا بمدح في الشيخ ما بزول بيسالك، لكن تخش المجتمع تقول لهم دي مدايح نبويه ومدايح للنبي عليه الصلاه والسلام، وفي حب الرسول، وينو الرسول في المدح دي؟ وينو؟ ها؟ قوماك نزاور للاولياء الاقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، ده كلام منو؟ ده كلام البرعي، الرسول هنا فيه؟ ها؟ الرسول هنا فيه؟ ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهس عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا جئتم شاء الإله، وأنتم تشاءون ما قد شاء لله ضركم. ده كلام منو؟ كلام البرعي في الرسول هنا؟ ها؟ نحن المراغنة تبا للمرغنية حيثما حل، نحن المراغنة الأخيار من قدم، الكون أعلاه وأسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والله مسطول ما يصدق الكلام ده، انت ها؟ وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، ها ديل الختمية، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا لمريدي حافظا ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي. ده كلام منو؟ دي الطريقة القادرية تابع لها الكباشية وتابع لها طرق تانية من ناس ثمانية وغيرها وغيره، ده كله كفر والشرك بالله عز وجل. تقول لي الصوفية نافعين؟ ما فيهم صوفي ولا طريقة، ولا طريقة واحدة في البلد دي صوفية نافعة، والكلام ده بنتحدى به أول صوفي لأكبر صوفي من هنا لأي مكان، أي مكان. أنت بتلعب ولا شنو؟ تعال تعال جيب أكبر صوفي يزيرك، جيبه جيبه هنا، دي هنا دي نحن مستعدين فوق الكوبري هناك مستعدين، اي ما في البحر نناظر لك، بيقدر بيقدر اعطي شيخ الطريقه بيقدر يجي هنا؟ ما بيقدر يا اخي، ما بيقدر، اتحداك، انت بتزعل سايد وانا بسوي لكم ولا اي حاجه، انت ولا اي حاجه ما تعمل، ابوك الشيخ ما يعني. انت مش قلت الشيخ بينفخ وبجد الليستيك ها بيعمل اي حاجه؟ اقف هناك هناك فوق الكوبري يا البرعي، الجماعه ديلك غطس حجرهم وراء كورك قاعدين نحن كورك، وفتحوا بلاغات ما نفع، دقونا ما نفع، بلغوا في الشرطة ما نفع،
بلغوا في الأمن ما نفع، فكوا فينا بومبام ما نفع، دقونا بيطوب ما نفع، دقونا سكاكين ما نفع. ما بتتحلى يا شيخ، والله ما تتحلى، ما بتتحلى. والدعاة شايفهم ديل زول فيهم بخاف إلا من الله عز وجل، ما في زول بخاف من بشر. ده بتتكلم سايد مسكين انت مسكين، ها داري غش. انا واحد صوفي تابع للبرعي وتابع للكباشي، وتضيع البلد دي غير الصوفية والبرعي والكباشي والمكاشفي والريكاني والياقوت وشيخ اللمين والخنجر والإزارك وغيرهم والتجاني والإدريسي. تضيع البلد دي غير الطرق الصوفية. منو 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 ديلا تضيعوا البلد، ديلا تضيعوا البلد، ديلا تضيعوا البلد دي. فهمت؟ عشان كده قبيل اخونا لما بيتكلم في الفنانين والفنانات، في جماعه كانوا متكيفين انت، لكن الشغله وقت تخش جوا، تخش في اللحم جوا، في ابوك الشيخ البرعي، ها تبل البرعي. خلي جينا ساقع، خلي جينا ساقع، ما بتجي. جات لقبه ابوك الشيخ اسماعيل الولي، والله جت الساقعه دي جات لقبه ابوك الشيخ اسماعيل الولي، فارتقت لك ما خلت طوبه. ها دل كان الناس بيهاجروا له هجرة من هنا تيك ليل وبيض، ليه؟ عشان يشيل تراب بتاع قبة. الله فرتق القبة ذاتها، ولسه الناس دي ما دارت تتعظ، ما دارت تتعظ. فشوف اسمع الكلام ده، الدعوة دي واضحة، دعوة إلى توحيد الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى التوحيد بالأدلة الواضحة البينة، والرد على الشرك والرد على المشركين من الكتاب والسنة وبالكتب حقتهم. في كتب الصوفية قاعدة، ها ترى غلطونا ناس الإعلام. أنا أتحدى إس 24 وإس 25 وزيد لا إس 26 معاه، والنيل الأزرق وقناة السودان وقناة سجم رماد وخوط طقت وإلى آخره، كلهم كلهم. تعالوا خشوا معانا هنا، أنت تعالوا خشوا في الميدان ده، ها ما جاي إنك في الاستوديو بتاعك، تعال لنا مارق أنت، تعال قرب قريب تلقى العجيب، وقرب تعال سيب السؤال، فهمت؟ سكرنا سكر كنانة وبتاع إلى آخره، تعال قريب تعال. صوفي ولا غيره، كوز أخو مسلم بلاغاتي، أنصار سنة، أنصار جن، حزب تحرير، حزب أمة، أي حاجة والله، حزب بعث اشتراكي، مؤتمر شعبي، غيره، كل الطرق والأحزاب والجماعات والله. نتحداهم، نتحداهم من المنبر ده وغيره لمناظرات، يقدروا شيوعيين. الآن قناة إس 24 شغالة، قال الإلحاد انتشر والله، وقال في بعض الناس بينشروا الإلحاد بين الطلاب، وإنتوا قاعد تنشروا الشرك، الشرك بين المسلمين. تقول لي إلحاد كم بتاع إس 24؟ إنت بتنشر في الشرك بين المسلمين، مسلمين أمة إسلامية دار تضليل تطلع برا الدين. تقول لي في ناس ناس بينشروا إلحاد بين الطلاب، وإنت عارفهم منو ذاتك؟ ولو قلنا لك تكلم فيهم تقدر تتكلم 10 دقائق؟ يا إس 24 يا فاشل، يا إعلام، يا كاذب، ها؟ وهو قناة النيل الأزرق وغيرها من القنوات، والله يا ديل شفتان. احنا إن شاء الله نبقى لكم شوكة في حلقومكم، والله إلا تقفل، إلا تقفل. مش شفت يا شيخ اللمين طفش؟ ولذلك طفش؟ هاي أنت ذاتك بتطفش، بس اصبر لي شوية. أنت كلكم كلكم أنت ده دا قال داري أعرف فرايد الصلاة، ويتوقيت ما أعرف فرايد الصلاة، قاعد أصلي زمان بشنو بل؟ ها عندك باخره ولا انت؟ انا بوريك اساس الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال انك ستاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه، اول حاجه تتكلم فيها للناس هاي الرسول، قال الى ان يعبد الى يوحد الله، اول حاجه التوحيد. قال فانهم اجابوك لذلك، اتفقت معي في التوحيد هاي، خليت البرعي والكباش والمكاشف والركين هاي. قال فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. بعد تتفق معي في التوحيد بجيب أوريك في الصلاة، لكن يا كافي البلد تعقيدتك في البرعي وزعلان من الكلام في البرعي، تقول لي فرائض الصلاة؟ ها أه؟ لا لا ما بنخليهم البرعي ده، ما بنخليه برعي ده ككا، هنا بنحك. شفت نصنفر ولا صنفرة؟ صوفة ما نخليها له انت، صوفة ما نخليها له، لأنه ضلل المسلمين يا ضلل المسلمين. غرب السودان إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يعتقد في طاغوتين برعي وتجاني. شرق السودان عندهم عقيدة في 6 زينب وست نفيسة وست عوضية وست من عارف ليك ومن عارف. الجزيرة عقائد في الكباشي ومين ومين، الكلاك للركيني، مين ديل في ناي؟ أنا أخلي ديل أكلمك أنت في موضوع تاني، ديل ما بنخليهم،
ده لم نخليهن. الكلام في التوحيد أول حاجة، ما بتسألنا أنت، بيسألنا الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى قال الذين يبلغون، آية دي عارفة وين؟ آية دي عارفة وين؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ده الناس بتكلموا في حق الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. ده حق الله، ده حق الله. انت هسه الواحد تطلع منه تلفون يشاكلك ويفتح فيك بلاغ ويدخلك سجن، انت في تلفون، تلفون انت حق الله ما دار يتكلم لك فيه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله ده من كلمك به. والزول لو نظيف ها ما بزعل، الزول لو نظيف ما بزعل. الله قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ربنا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا، وقل له غير الكلام أو بدله. غير الكلام، الكلام بتاع الله ده ما دايرينه، كلام الله ده الناس ما دايرينه. لكن أستدي لو قلبنا المنبر ده عملناه ساحة بتاعة رقيص واجهني بتحداك كلمني بالقلتو مشيت عليك مرات بس تتكترتو الناس دي كلها بترقص. في دول بيزعل من ناسها. قصدي لو قلبت أغنية ده واحد جاب دربوكة بيجاي وقلبناه بهنا، شعرك طويل شعرك جاري وشفتك باللفة وخطيت صفة وقلبي رفة، انت الناس دي ما كلها بتبقى معي. في دول بيزعل ما بيزعل، والله ما يزعل. أي أغنية والله شفتها تلقى الفنان يوصف في العروس والعريس الدلوكة قاعد ها الوجيه الناير، وانت قاعد بتتكلم عن ملكة جانسي ما عن الجنبك دي تفهمت، والوجيه المدور ما بيزعلوا. لكن تتكلم في حق الله ده بيزعلوا، عشان كده نحن بنتكلم فيه. فهمت؟ والله بتزعل الليله بكره بتزعل بعد بكره بتخش الشبكه. فهمت؟ عشان كده نحن ما مستعجلين، والله ما مستعجلين، ما مستعجلين ليك يا الله يهديك. احنا بنكلمك بآيات من الكتاب ومن السنه ها. انت ديلك ما قاعد يغشوك بمدايح، بيغشوك بمدايح. سيدي حسن فوق الكون متحكم وما عارف ليه سلم يا ولد، هذا القلب البيت ولد ها. واحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، يا غافر الذنوب. ده الله طبعا، لكن ده قال ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يا غافر الذنوب سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك. وكذب على الله عز وجل وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فالدعوة دي دعوة واضحة، دعوة للكتاب ودعوة للسنة ومحاربة الأحزاب زي ما وريتك. حزب في الدين ده ماف. الله قال ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ربنا عز وجل كلفك تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف. الله ما قال لك أبقى صوفي، ما قال لك أبقى أخو مسلم، ما قال لك أبقى شعبي، ما قال لك أبقى وطني، ما قال لك أبقى حزب أمة، ما قال لك أبقى سماني ختمي تسعيني سجم رماد، ما قال، قال لك أبقى مسلم. إمتى؟ مسلم. الله قال لك مسلم وكفاية تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف. أنت لا تخش لك طريقة ولا جماعة ولا حزب. الله قال والرسول قال يا أخي ناس ريحونا بالله. إمتى؟ وعلى الشرك ده لم نخليهم، ما بنخليهم. الحلقة دي شغالة، في حلقات تانية شغالة، الحاج يوسف كلاكلا ما عارف ليك، السوق المركزي حمد النيل، سوق الشعبي شغالين. يعني الصوفية اللي هنا ما بيرتاحوا، وديلك ما بيرتاح، والنايم ما بيرتاح، والفي بيته ان شاء الله عز وجل صوفي ما بيرتاح بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.